بكم شرفا بكم معنا النهارده. وحابب طبعا اشكر الاساتذه اللي جنب الدكتور ماجد والدكتور اسامه والدكتور رامز على المعلومات القيمه اللي الحقيقه شاركونا بيها في المقالات او في الكلام اللي قدموه لنا من شويه. انا في البدايه خالص عايز اخد الفرصه اعرفكم الاول بشركه مباركة. شركه مباركة واحده من الشركات الاولى في العالم كله على مستوى العالم الحمد لله. عندنا الهدف الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه في الشركه في كل حته في العالم، نحاول قدر جهدنا ان احنا نحسن حياه المريض حوالين العالم. تقريبا بعتنا في السنه في العالم كله حوالي 52 مليار دولار. الابتكار والابحاث العلميه هي حاجه اساسيه من القواعد اللي احنا متزنين بها جدا. عشان كده كل سنه بنصرف تقريبا 9 مليار دولار على الابحاث. يعني تقريبا 17-18% من مبيعاتنا السنويه بنحطها في الابحاث الكلينيكيه والدرجات المختلفه من البحث، وده التزام مننا ان احنا دايما دايما نبحث ونجيب ادويه رائده وادويه جديده للمرضى في مجالات الرعايه الصحيه المختلفه في كل حته في العالم، حتى الادويه اللي ملهاش سوابق او عدد المرضى فيها عدد قليل جدا. علشان كده الحمد لله سنه 2017 قدرنا نوصل الادويه بتاعتنا لتقريبا مليار شخص حوالين العالم. يعني اقدر اقول 15% من الناس اللي عايشين على الكره الارضيه احنا بنحاول نساعدهم يعيشوا حياه افضل في الكره. عندنا وجود في مصر وفي الشرق الاوسط وجود مهم جدا. عندنا تقريبا الشركه بتاعتنا موجوده في كل دول شمال افريقيا والشرق الاوسط. ومن التزامنا ناحيه المريض عمرنا ما فكرنا ننسحب من اي دوله فيها مشاكل، فعندنا ناس موجوده في سوريا شغالين، ناس موجوده في اليمن، ناس موجوده في العراق. احنا عندنا التزام اخلاقي نحو المريض ان احنا نفضل موجودين ونساعد المرضى بقدر المستطاع عشان نوصل لهم الادويه بتاعتنا في الوقت المناسب. بالنسبه لنا في مصر الوضع كمان اقوى بكتير جدا. احنا شركه رقم واحد في مصر من فتره طويله. عندنا تقريبا 50 سنه من وجودنا في مصر، عندنا واحد من اكبر المصانع في المنطقه هنا. بنعالج تقريبا 20 مليون مواطن مصري بالادويه بتاعتنا في المجالات المختلفه.